ليس من السهل أبداً أن تحتار بشدة بين أمرين. في النهاية سوف تضطر إلى اختيار أحد الاختيارين وأن تتخلى عن الآخر مهما كانت رغبتك فيه. تعرف على حياة هذا الشخص الذي عاش حيرة كاملة بين أمرين واضطر لاختيار الأصعب. كانت حياة أينر ويغنر تعيسة تماماً إلى أن قابل ليلي إلبي، فقد كانت شخصية ليلي متحررة بشكل كبير وهادئة، كما عاشت ليلي حياة طائشة ومتهورة، وهي السبب الرئيسي في تعريف إينار على مباهج الحياة المتحررة التي تنقصه. كان اللقاء الأول بين إينار وليلي بعد زواج الأول في عام 1904 من زوجته جيردا، التي كانت تهوى الرسم والفن وتخصصت في رسم البورتريه، وكانت تهوى رسم النساء الراقيات وملابسهن التي كانت تتبع الموضة، وذلك مقابل نشر رسوماتها على صفحات ومجلات الموضة. اعتذرت إحدى العارضات مرة عن الحضور لكي يتم رسمها على يد جيردا، فاقترحت الممثلة آنا ليرسن والتي كانت صديقة جيردا وقتها أن يتموضع زوجها إينار للرسم بدلاً من العارضة. عرض إينار الفكرة في البداية رافضاً أن تقوم زوجته برسمه، ولكن مع إلحاح زوجته بمدى الخسارة التي قد تتعرض لها بسبب عدم قدوم العارضة، قام إينار بارتداء ملابس نسائية مصنوعة من الساتان والدانتل. وحينها أدرك إينار أن مظهره كامرأة لم يكن سيئاً كما كان يظن، ولهذا أطلقت عليه زوجته وقتها ليلي. يومها تم الإعلان رسمياً عن ولادة ليلي إلبي. على مدار 25 عاماً كان إينار يشعر وكأنه شخصين وليس شخصاً واحداً. كان إينار يشعر بالصراع الذي يحدث بداخله، فمن جهة هو إينار ويغنر الرجل الوفي لزوجته والداعم لها والمحب للفن والرسم، ومن جهة أخرى كان يشعر أنه ليلي إلبي المرأة المتحررة التي تحلم بأن تكون أماً. تخلى إينار عن هويته كرجل تدريجياً لصالح ليلي إلبي المرأة التي يحلم بأن يكونها، ليصبح بذلك أول شخص يخضع للفحص والمراقبة والتجربة كأول متحول جنسي يقوم بإجراء عملية جراحية للقيام بذلك. بالرغم من الحالة الغريبة التي كان يعيشها ويشعر بها وقتها، إلا أنه اعترف بأن زوجته جيردا كانت من تشجعه على ارتداء ملابس ليلي حينما يخرجون سوياً، سواء كانوا يحضرون بعض الاحتفالات أو يحضرون بعض الأمسيات سوياً، وكانوا يخبرون السائلين أن ليلي هي أخت إينار زوج جيردا، وهي عارضة أزياء تعيش خارج المدينة، ولكنها جاءت لكي يتم رسمها على يد جيردا. بمرور الوقت بدأ المقربين يتساءلون عن الأمر، بما أن ليلي إلبي كانت مرتاحة أكثر كثيراً من كونها إينار ويغنر. بعدها بفترة قصيرة اعترف إينار لزوجته أنها يجب أن تنسى أيام إينار لأنها ذهبت بلا رجعة، وأنه يود أن يعيش حياته كلها ليلي إلبي. بالرغم من غرابة الموقف، إلا أن جيردا ظلت بجوار ليلي وكانت من أكبر الداعمين لها. انتقلا بعد ذلك إلى باريس، حيث يمكن لليلي أن تعيش كامرأة بحرية أكبر في باريس عن الدنمارك. واستمرت جيردا في الرسم، وكانت العارضة الرئيسية في الكثير من لوحاتها هي ليلي إلبي، كما كانت تقدمها للكثيرين على أنها صديقتها ليلي وليس زوجها إينار. كانت الحياة في باريس مريحة جدا عن الحياة في الدنمارك، ولكن تبقى مشكلة واحدة، وهي حتى إن بدت ملابسها كملابس امرأة، إلا أن جسدها لا يشبه بأي حال من الأحوال جسد امرأة، وهو ما سبب لها حالة من الاكتئاب الكبير. قبل الحرب العالمية لم تكن فكرة المتحولين جنسياً شائعة، بالإضافة إلى بعض الأفكار الجنسية الأخرى، ولهذا عاشت ليلي 6 سنوات متواصلة تعاني من الاكتئاب بسبب عدم وجود شخص واحد يفهم ما تعانيه ويحاول أن يساعدها. فكرت ليلي جدياً في الانتحار وحددت موعداً لقيامها بذلك. في العشرينيات كان أحد الأطباء الألمان يدعى ماغنوس هيرشفيلد قد أعلن افتتاح عيادته الخاصة التي أطلق عليها المعهد الألماني لعلوم الجنس، وقد أعلن الطبيب أنه يقوم بدراسة مفهوم جديد وقتها يسمى بالتحول الجنسي. وقتها وجدت إلبي ما كانت تبحث عنه، لقد وجدت كلمة تصف الحالة التي تعيش فيها وهي التحول الجنسي. كان الطبيب الألماني قد اقترح وقتها أنه قادر على إجراء عملية جراحية يمكنها أن تحول الجسد من الطبيعة الذكورية إلى الطبيعة الأنثوية في غضون عامين،
أجرت ليلي ألبي 4 عمليات جراحية كبرى، تعتبر هي الأولى من نوعها في التاريخ، وكانت ذات أهمية كبرى وقتها ولا تزال محط اهتمام الكثير من الأطباء. أولى هذه العمليات كانت عملية الإخصاء، ثم عملية زرع المبايض، وعملية ثالثة أخرى لم يتم تحديد هدفها ولا اسمها، ومعظم التفاصيل الدقيقة لهذه العملية تم الاحتفاظ بها، ولكنها دمرت مع تدمير النازيين للمعهد الطبي في عام 1933. بعد إجراء العمليات ونجاحها، كانت ليلي قادرة على تغيير اسمها بشكل قانوني الآن، وقد اختارت ليلي كما كانت جيردا تدعوها، وكذلك اسم نهر الإلبة الباريسية الذي يشهد على ولادتها من جديد. كما حصلت ليلي ألبي على جواز السفر الخاص بها، كونها امرأة بشكل رسمي الآن. أبطل ملك الدنمارك زواجها من جيردا، واختارت جيردا أن تترك ليلي تعيش حياتها بحرية وتعيش حياتها هي الأخرى. ووقتها تقدم صديق قديم بطلب للزواج من ليلي ألبي من أجل إتمام الزواج. كان على ليلي أن تخضع لعملية أخيرة هي الأكثر أهمية، وهي عملية نقل وزراعة رحم داخل جسدها، وكذلك الحصول على جهاز تناسلي أنثوي صناعي. كانت العملية صعبة، ووصفها الكثير من الأطباء بأنها مستحيلة، ولكن ذلك لم يؤثر على أحلام ليلي بأن تصبح أماً. أجرت ليلي العملية برغم صعوبتها، ولكن سرعان ما أصيبت بمرض بسبب رفض جسدها للأعضاء الجديدة، ولم تكن هناك أدوية قد اكتشفت لهذا العلاج، ولهذا كان على ليلي أن تعيش رفض جسدها للأعضاء التي زرعت بداخلها. ولكنها بالرغم من ذلك كتبت لعائلتها لتخبرهم عن مدى سعادتها أنها في النهاية تحولت إلى امرأة، وأنها تعتبر الأشهر 14 التي عاشتهم حياة كاملة سعيدة للغاية بالرغم من قصرها.